السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. أقدم لكم في حلقة اليوم طريقة تشغيل طائرة البوينغ ترافل 7-200. فهذه الطائرة نزلت على المطور، يعني لما نزلتها ما شفت لها أي صوت في الكوبكيت، فدورت وبحثت بحثت، لقيت لي مقطع يعني موقع أجنبي، حبيت اني انقل لكم الطريقة عشان تستفيدون منها، والتي واجهت كثير يعني من الاشخاص ويسألوني يعني ان الطائرة ما استفدنا منها، نزلناها من الموقع ولا استفدنا منها. اتمنى اذا اعجبكم المقطع لا تنسوا دعمنا باللايك والشير وتفعيل الجرس والاشتراك بالقناة. يلا بسم الله خلونا نبدأ. طيب، هذه طائرة البوينغ 777-200. طبعا الطائرة أول ما تنزلها من الموقع أو موقع المطور ما فيها أي صوت كذا، يعني هذا وضعه. فتستغرب تقول ليش إن الصوت المفروض إنها تكون نسخة كاملة لا أصوات ولا شيء. لاحظوا جمال الديتايلز جدا واضح. هذا ثروتل ما فيه صوت، تصوير خارجي للطائرة. طيب راح نسوي عليها تيك اوف. لاحظوا ما في صوت، هذه الخطوط الكويتية. طائرة جدا صراحة جميلة، جربتها وعجبتني. طيب الحين هذا ملف الكومنتي، هنا ملف المايكروسوفت فلاي سيموليتر، هذا ملف الطائرة، وهذه عندي طيارتين اللي فيديكس والطائرة الكويتية، وهذا ملف الطائرة الأصلي. نروح على سم أوبجكت إيربلينز، وهذا ملف البوينغ. هنا في ملفين اللي هو الساوند والساوند أي أي. تمام، طيب نجي هنا المايكروسوفت، نروح على باكج Official Steam، نبحث عن ملف اللي هو الايركرافت بوينغ 7478 IV، نبحث عن هذا الملف اللي راح ناخذ الأصوات الموجودة فيه ونركبها على ملف البوينغ 777. تمام، اوكي، نفتح هذا الملف. هنا في ملفين صوت، لا تلاحظون بالمقابل هنا زيه، وهذا وهذا زيه. اوكي، ننسخ هذا الملفين ونحطهم على ملف الساوند واستبدال، وهنا الساوند اي ننسخ الملفين، وهنا استبدال. تمام، طيب هنا نبي الموقع اللي هو فلايت سيم نزل صبغات اللي هي البوينغ 777 زي ما انتم شايفين للمطور كابتن سيم، 45 صبغة إلى حد الآن من آخر تصوير للحلقة هذه، وهذه الطائرات الموجودة الآن. طبعا تنزل الطائرة وتسوي لها تفتح الملف المضغوط وتنقل الملف على طول للكومنتي. تمام، يعني قبل أمس كان يمكن 30، اليوم 45، شيء ممتاز صراحة. هي صفحتين موجودة حاليا الآن. تمام، الآن راح ناخذ الصبغة في الخطوط الإيجيبش إير. طبعا 8K دقة عالية، نعملها داونلود. تمام، بدأ التحميل.
هذا الملف نزل الآن على هيئة ملف مضغوط، سوي له فتح هنا. هذا ملف الطائرة، نعمل له قص، ننقل إلى مجلد الكوميتي اللي هو ملف اللي جميع الإضافات تكون على المحاكي. هذا الحين صارت عندي الإيجيبش إير وملف الطائرة الأصلي والكويتية والفيتكس، ثلاث الطائرات والطائرة الأصلية. الحين نروح على طول على المحاكي. طيب هنا جرب الصبغة اللي اخترناها الجديدة الآن في الخطوط المصرية، هذه البوينغ 777، هذه ايجيبش اير، تمام. نختار مطار، خلونا على مطار كايرو، مطار القاهرة. نطلع على مدرج الرنوي 23C، نعمل ديبارتشر، نختار التايم، اوكي، نعمل فلاي. تمام، الآن اسمع الأصوات كيف وضعها. تمام، تغيرت ديفرنت عن الأولية، في فرق كبير، فرق كبير الآن. طيب الآن سيت بريك اون، ننطلق الآن. شوف الفرق عن الطائرة الأولية، يعني هذه مجمل الطائرة، الصوت واقعي. والله بحثت كثير يعني في اليوتيوب، لقيت واحد أجنبي شارحها، فقلت خلنا نقدمها لكم بشكل مفصل. صراحة طائرة تستاهل من ياخذها، مطورة بشكل ممتاز، وأنا إن شاء الله يعني أتمنى يعني الأيام الجاية يكون فيها لتطوير مثلها، مثل اللي هي الـ A320. في نهاية هذا المقطع لا يسعني إلا أشكركم على حسن المشاهدة، وأي استفسار اكتب لي إياه تحت في الكومنت راح أرد عليه إن شاء الله. أتمنى منكم دعم القناة بوضع لايك وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد. ألتقي فيكم حلقات قادمة إن شاء الله. كان معكم أخوكم خالد، مع السلامة.